عاجل. التعليمي: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 29 من يوليو المقبل. التربية والتعليم تكشف عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد الانتهاء تقدير الدرجات ورصد أعمال التصحيح بشكل كامل. أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن تقدير الدرجات بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021 بدأ يوم 26 من يونيو الماضي على أن يستمر حتى 10 من شهر يوليو الجاري. وقال مجاهد في تصريحات له مساء اليوم إن تقدير الدرجات يشارك فيه 45,000 مقدرا، وبعدها تبدأ عملية المراجعات، ومن المنتظر إعلان النتيجة يوم 29 من يوليو، وتبدأ بعدها التظلمات ثاني يوم من اعتماد النتيج لمدة 15 يوما. وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة عبر موقعها من خلال رقم الجلوس وكتابة التخصص الفني، سواء كان زراعي أو صناعي أو تجاري أو فندقي، وذلك فور ظهور النتيجة.